تعرفنا في الفيديو السابق على المعادلات الكيميائية وكيفية موازنتها. الآن نحن جاهزون للتحدث عن استويكيومتري، وهذه كلمة مهمة وتجعل البعض يعتقد أننا في خضم موضوع صعب. ومن التعريف، استويكيومتري هي فرع من فروع الكيمياء والهندسة الكيميائية التي تتعامل مع كميات المواد التي تدخل في التفاعلات وينتج منها مركبات بواسطة التفاعل الكيميائي. وتعريفه بشكل أساسي هو أنه يعين كمية العناصر أو يعين كمية العناصر في المركب وكذلك كمية العناصر في المواد الداخلة في التفاعل، وذلك طبقا لمبدأ توازن الكتلة. وتختلف نسب المواد المتفاعلة بحسب خصائصها الكيميائية وعلى الأخص تكافؤها. نعم، طبعا هذا تعريف علم استويكيومتري، أو الذي يسمى بعلم حساب العناصر المتفاعلة. حسنا، طبعا ولا يصح حسابها إلا في معادلة موزونة. طبعا الآن إذا أعطينا معادلة غير موزونة فلنعلم كيف نوازنها كما درسنا سابقا. إذا لندخل بالموضوع، ودعونا نأخذ معادلة هنا غير موزونة ونقوم أولا بوزنها. حسنا، لنفرض أنه لدينا Fe2O3، ذرتين من الحديد وثلاث ذرات أكسجين، زائد الألمنيوم Al، ومنهما ينتج Al2O3 زائد الحديد. حسنا، إذا تذكروا عندما نحسب استويكيومتري أولا يجب التعامل مع معادلات موزونة. وأعتقد أن من يسأل عن استويكيومتري يعطينا معادلات موزونة، لكن هذه معادلة غير موزونة لنأخذها كمراجعة ونحاول وزنها. لدينا ذرتين حديد هنا في ثالث أكسيد الحديد. كم عدد ذرات الحديد لدينا في الجانب اليمين؟ لدينا واحدة، إذا نضربها باثنان. هنا حسنا، الأكسجين لدينا ثلاثة على هذا الجانب هنا وثلاث على هذا الجانب، إذا هو موزون. الألمنيوم على الجانب الأيسر لدينا فقط ذرة واحدة، على الجانب الأيمن لدينا ذرتين من الألمنيوم، إذا يجب أن نضع اثنان هنا. الآن المعادلة أصبحت موزونة ونحن مستعدون الآن لحساب النسب الجزيئية. حسنا، و يعرفها البعض على أنها رياضيات الكيمياء. فمثلا المسائل التي من الممكن أن نطرحها تحت عنوان استويكيومتري: إذا أعطيتك إكس غرام من هذا، كم عدد المولات من الألمنيوم التي نحتاجها ليحدث هذا التفاعل؟ أو إذا أعطيتك واي غرام من هذا وزد غرام من هذا الجزيء، أي واحد منهما سينفذ أولا؟ هذه الأسئلة وغيرها على المعادلات الموزونة وكيفية حلها هي ما يعرف باستويكيومتري. إذا أعطينا 85 غرام من ثلاثي أكسيد الحديد، إذا 85 غرام من ثلاثي أكسيد الحديد Fe2O3، السؤال هو كم غرام من الألمنيوم نحتاج لتتفاعل مع 85 غرام من ثلاثي أكسيد الحديد؟ إذا نظرنا للمعادلة مباشرة سنرى النسبة المولية لكل مول من هذا، لكل جزيء من ثلاثي أكسيد الحديد. نعم، نحتاج اثنين ألمنيوم، إذا يجب أن نعمل لإيجاد عدد المولات من هذا الجزيء في ال 85 جرام. حسن، ومن ثم نحتاج أن يكون لدينا ضعف عدد المولات من الألمنيوم، لأن لكل مول من ثلاثي أكسيد الحديد لدينا مولين من الألمنيوم، ونحن فقط ننظر إلى النسب، نحن فقط ننظر إلى الأعداد. جزيء واحد من ثلاثي أكسيد الحديد مع اثنان ألمنيوم تجعل هذا التفاعل يحدث. حسنا، رائع. إذا أولا لنجد كم عدد المولات في ال 85 جرام من هذا الجزيء، ما هي الكتلة الذرية أو العدد الكتلي للجزيء هذا لثلاثي أكسيد الحديد؟ لنكتب هذا هنا، لدينا اثنين حديد وثلاثة أكسجين. حسنا، لنرى الجدول الدوري ونبحث عن الكتلة الذرية للحديد والأكسجين. الحديد هنا وهو 55 و85%، سنقربه ل 56. حسنا، طبعا الحديد من العناصر الانتقالية، وتحدثنا عن سبب تسميتها بالعناصر الانتقالية وكيف أن تسميتها تدل على أنها أقل معدنية من المعادن نفسها وما إلى ذلك. طبعا ليس لهذا علاقة بموضوعنا هنا، دعونا من هذا. الأكسجين نعلم من قبل أن كتلته الذرية تساوي 16. نعم، لنعود للأعلى. إذا كتلة هذا الجزيء ستكون 2 ضرب 56 زائد 3 ضرب 16. يمكن حسابها في عقولنا لكن هذا ليس فيديو رياضيات، إذا سنستخدم الحاسبة.
حسنا 2.6 أو لا آسف 2 ضرب 56 زائد 3 ضرب 16 نعم يساوي 160. حسنا إذا 160 أكيد نعم. إذا جزيء واحد من ثلاثي أكسيد الحديد، جزيء واحد من ثلاثي الأكسيد الحديد سيكون له 160 وحدة كتلة ذرية، 160 AMU. إذا مول واحد من أكسيد الحديد كما حسبنا، أو ثلاثي أكسيد الحديد كما حسبنا 1 مول of Fe2O3 نعم سيكون لديه كتلة من 160 غرام كما أخرجناها أو كما خرجت معنا في الحساب، سيكون لديه كتلة من 160 غرام. حسنا في التفاعل لدينا قلنا سنبدأ مع 85 غرام من أكسيد الحديد، كم عدد المولات من هذا؟ حسنا 85 غرام من ثلاثي أكسيد الحديد لديه 85 تقسيم 160 مول، إذا هذا يساوي 85 تقسيم 160 يساوي 53%. حسنا 53% طبعا مول. إذا كل ما قمنا به حتى الآن هو أننا أوجدنا عدد المولات ل 85 غرام من ثلاثي أكسيد الحديد نعم، وكانت تساوي 53% مول. حسنا لأن المول الكامل طبعا لديه 160 غرام لكن لدينا فقط 85، إذا لدينا 53% مول. ولنعلم من هذه المعادلة الموزونة أن لكل مول من ثلاثي أكسيد الحديد يلزمنا 2 مول من الألمنيوم. إذا كان لدينا 53% مول من ثلاثي أكسيد الحديد، من ثلاثي أكسيد الحديد سيلزمنا ضعف العدد من الألمنيوم نعم، إذا سنحتاج ل 1.6% مول من الألمنيوم. حسنا أخذنا 53% وضربناها ب 2 لأن النسبة هي 1:2. لكل جزيء من هذا نحتاج لجزيئين من هذا، لكل مول من هذا نحتاج مولين من هذا. كان لدينا 53% مول، سنضرب هذا في 2 ويصبح لدينا 1.6% مول من الألمنيوم. حسنا إذا يجب الآن إيجاد كم عدد الإغرامات يساوي المول من الألمنيوم، ومن ثم نضرب هذا في 1.6% وننتهي. إذا الألمنيوم أو ما يسمى بالإنجليزية ألومينم الألمنيوم، وهو هنا لديه وزن ذري يساوي 26.98%. لنقل أن الألمنيوم الذي نتعامل معه لديه كتلة من 27 وحدة كتلة ذرية، إذا لنكتب هنا، إذا واحد ألمنيوم يساوي 27 وحدة كتلة ذرية AMU. واحد إذا واحد مول من الألمنيوم يساوي 27 جرام نعم، أو 6.02 ضرب 10 للقوة 23 من ذرات الألمنيوم، وستكون 27 غرام أيضا. إذا كان لدينا 1.6% مول من الألمنيوم كم غرام يساوي؟ إذا 1.06 مول من الألمنيوم يساوي 1.06 ضرب 27 غرام. حسنا وكم يساوي هذا؟ الآلة الحاسبة 1.06 ضرب 2 7 27 ويساوي 28.62%، يلزمنا 28.62% غرام من الألمنيوم نعم من الألمنيوم حتى تستهلك 85 غرام من ثلاثي أكسيد الحديد. رائع. وإذا كان لدينا أكثر من 28.62% غرام من الألمنيوم، إذا كان لدينا أكثر من هذه الكمية فلن تتفاعل أكثر وستكون زائد عن حاجة التفاعل، طبعا هذا بعد حدوث التفاعل، سنتحدث عن هذا أكثر في المستقبل، سنتحدث أيضا عن المادة المحددة للتفاعل وما إلى ذلك. في هذه الحالة إذا كان لدينا في هذه المعادلة إذا كان لدينا أكثر من 28.63 غرام من الألمنيوم سيكون هذا المركب هو المادة المحددة للتفاعل، هذا ثلاثي أكسيد الحديد، لأن بانتهاء كميته سوف يحدد أو يحد أو يوقف التفاعل من الاستمرار. أما إذا كان لدينا أقل من 28.63 غرام من الألمنيوم، أقل من هذه الكمية، سيكون حينها الألمنيوم هو المادة المحددة للتفاعل، لأنه عندها لن نكون قادرين على استخدام كل 85 غرام من ثلاثي أكسيد الكربون أو الحديد. على أي حال لا أريد إرباككم أكثر بموضوع المادة المحددة، في الفيديو التالي سنتحدث عن هذا بالتفصيل، نراكم.